وفي طريقة تعامل التونسيين مع ائتلاف الكرامة بالذات. كيف تفسر محاسبة بعض المغرضين لكم على الثروات الطاقية والمنجمية رغم أنكم في المعارضة؟ هذا راجع على عدم فهمهم لمنظومة الحكم أم بهدف التشويه؟ أنت حسب رأيك ماذا تظن؟ أنا راني أول حاجة ما نحبوش مصطلحات المغرضين والمناوئين والحقودين هم مغرضين، هم تشوف تعليقاتهم مش تعليقات منطقية، يعني مش تعليق تاع إنسان يقدم في فكر ولا ينقد، تعليق يجي أغلبهم تلقاهم بأسماء مستعارة وقبيلة، تخلي واحد يعني عمل تعليق لكل سبان باسم مصباح الجربوع، تخيلوا معناها خذا اسم شهيد وصورته كذا يعمل فوق بروفيل. هذا الشغل يشتغلوا فيه الأتباع قيس سعيد وأتباع العبير، العبير، و معناها متوقعين أكثر من هكا. احنا راهو كي تمشي عكس التيار هذايا معناها هذه وسائل بسيطة جدا، يعني البلوك يخدم وكاو البلوك خدام. نعم ما هذا هو فعلا البلوك خدام. هو تشوف كان في فترة أول ما دخلت المجلس البرلمان، وينو الملح وينو الملح وينو البترول، يطلعوا لكم مكة أعطيني 70-80 نائب تنوريك الملح والبترول. بالضبط هذا هو، هذا هو كي تكونوا في الحكم وقتها نحاسبوكم. بالضبط هذا هو. لا هما يقول لك كيف تعرف علاش؟ نعم باش يحاول يتفه المنجز اللي قاعد قاعدين نخدموا، الناس ترى فينا نخدموا. نعم يراونا معناها في المجلس وخارج المجلس ونتلقاو في الضربات ولا الضربات، ويعني واحنا اليوم رقم مقلق بالنسبه ليهم، ويحبوا يغيبونا في الحوار الوطني ويحبوا يغيبونا في الاعلام، ويحبوا يعني قاعدين نعاقب ونهرسل صباحا مساء، وداخل المجلس يفتعلونا في المشاكل ويهنوا فينا وكذا كذا كذا. فورغم ذلك جمهورنا فرحان بينا والحمد لله، والناس نعم. تشوف فينا ومتعاطفين معانا وشعبيتنا تكبر، فيحاول انه يعني الحمد لله جات في حدود الكلام يسأل على وين البترول وين الملح، تلعبينا منها مش كيف عادي.